طب يلا نسمي نسمي الله ونرجع نكمل معايا يا شباب، معايا معك دكتورة. خلينا نتوكل على الله. يبقى تم الإشارة لي أن الأدفانتج من الديمونستريشن كالتالي: بوت ذا ليرنر إن أكت إن أكتف سيتويشن، فرصة إنك بتشارك بالشكل النشط والإيجابي، إن شور كلوزر كونتاكت ويز رياليتي، أنت كده محاكي للواقع، بيرميتس كومباريزون بتوين براكتس أند ثيوري، بنقلل الجاب ما بين النظري الشق النظري اللي احنا اتعلمناه وبين الشق العملي، وبنطبق بايدينا، وفي فرصه ان احنا نشوف ونتعرف على ايه الاكويبمنت المطلوبه وايه الخطوات اللازمه. انيبلز ليرنر تو ديفلوب سيلف كونفيدنس، وبالتالي ان الشخص بيكتسب ثقه في نفسه. بروفايد فيدباك، بروفايد فيدباك، في فرصه انك انت تعرف ايه مستواك من خلال تطبيقك لتلك المهاره. طبعا كل ما بتكرر التطبيق بعد كده مع نفسك في وجودك في اللاب بيحسن من الاداء وبيقلل من فرصه الاخطاء وبيقلل من الخطوات اللي كل مره بتضيع منك، بيحسن من البرفورمانس بالنسبه لك. طب هذه هي مزايا الديمونستريشن. طيب ده كان كلامنا عن الهيلث اديوكيشن بالشكل الدايركت او الفيس تو فيس، سواء كان للافراد الانديفيدوالز او بنكمل، بس بنقول هنا الهيلث اديوكيشن للكوميونتي او ويز كوميونيتيز، بما يعرف بالكوميونتي اورجانيزيشن. الكوميونتي اورجانيزيشن از اللي هي المؤسسات المجتمعيه، از ا ميثود اوف هيلث اديوكيشن. طب احنا عايزين نعمل هيلث اديوكيشن للمجتمع، ده هيتم من خلال الكوميونتي اورجانيزيشن، من خلال المنظمات او المؤسسات اللي موجوده داخل المجتمع. which depends on the leader's involvement in solving health problems. هذه المؤسسات او المنظمات بتعتمد على وجود ايه؟ وجود ليدر. تمام، ليدر، علشان في النهايه لازم يكون في حلول للمشكلات اللي بتواجه هذا المجتمع او فئه معينه او منطقه معينه. الكوميونتي هيلث اديوكيشن از نيدد، امتى يكون هناك حاجه للكوميونتي هيلث اديوكيشن؟ في الظروف التاليه: there is a problem that affects many or all people in the community. حينما يكون هناك مشكلة بتؤثر على كل أو أغلبية الأفراد داخل المجتمع. يبقى هنا أولاً حاجة المجتمع للهيلث إديوكيشن لما يكون في مشكلة عامة أو مشكلة بتأثر بشكل كبير على أفراد المجتمع. And when the cooperation of everyone is required to solve it. وفي هذه الحاجة أو في هذه الحالة يجب تضافر جهود الجميع لإيجاد حلول لتلك المشكلة. In emergency, the health education for community مطلوبة إمتى؟ أو إيه situation الآخر اللي هناك حاجة للhealth education for community؟ في حالات الطوارئ أو الكوارث. There a problem require pooling of resources and effort، أو إن يكون في هناك مشكلة بحجم معين وانتشار معين تتطلب تضافر ومجهود ومجهودات ومصادر عدة. طيب إذا الهيلث إديوكيشن للمجتمع ده بيعتمد على وجود كوميونتي، على وجود هيلث أورجانيزيشن. طيب إيه على وجود عفوا كوميونتي أورجانيزيشن؟ إيه خطوات الكوميونتي أورجانيزيشن؟ إيه خطوات، إيه هي الستبس للكوميونتي أورجانيزيشن؟ بتبنى المنظمات داخل المجتمع إزاي؟ أولاً أي أورجانيزيشن لازم يكون ليها إيه؟ ليدر. يبقى find the leaders of community. يبقى أي منظمة أو مؤسسة عندي معنية بعمل أو تقديم health education للمجتمع، لازم لتلك المنظمة لازم أو المؤسسة لازم يكون ليها leader. طبعا
طب بيتم الليدر بيتم اختيار الليدر ازاي؟ Those people are respected by others because of their profession. بيتم اختيار الليدر اللي يتوافق عليه افراد المجتمع او يتوافق عليه المجتمع. يتوافق عليه نظرا لايه؟ نظرا للمهنه اللي بينتمي اليها، للاكسبيرينس اللي بيتمتع بيها، الستيتس او كوميونتي اورينتيشن، لوضعه داخل المجتمع. طيب امثله ايه؟ مين الافراد تمام اللي ممكن يتم انتقاء ليدر منهم ويتمتع بهذه الصفات؟ فيليج إلدر، حد كبير القريه مثلا او عمده القريه، ده شخص ايه؟ ده شخص فيجر، يعني كل الناس عارفينه، بيتمتع بالخبره وبالحكمه وتجارب عده، فبالتالي الشخص ده الناس تجمع عليه. او ريليجيوس ليدر، او رجال الدين، أو سكول تيتشر، أو معلم ومربي أجيال، أو تراديشنال هيلر، أو إحدى المعالجين بفنية معينة. دول أمثلة للأشخاص اللي يتوافق عليهم المجتمع ويمكن انتقاء حد منهم أو شخص منهم يكون ليدر لتلك الأورجانيزيشن. أورجانيزد جروب، عندنا المجتمعات على أو المنظمات اللي هي موجودة في مجتمعنا وتهتم بشؤون الأفراد، في جمعيات أو الجمعيات، في جمعية مثلاً لشؤون المرأة، في جمعية للشباب أو قضايا الشباب، في جمعيات زراعية. هذه هي أمثلة الكوميونتي أورجانيزيشن. يبقى للكوميونتي أورجانيزيشن أول خطوة هي تحديد الليدر، والليدر بيتم انتقاؤه على أساس أنه شخص بيتمتع بسمعة طيبة، خبرة معينة، تجارب عدة، شخصية مرموقة، شخصية معروفة، ينتمي لبروفيشن معين. الخطوة الثانية بالنسبة للكوميونتي أورجانيزيشن بعد اختيار الليدر هي فورم كوميتي أوف ذم، تكوين التيم بقى وتكوين عمل لجنة، يعني and find out what they think about their health problem. يبقى أنا عندي في أفراد داخل هذه المؤسسة أو المنظمة أو الجمعية علشان يجتمعوا علشان خاطر يوجدوا حلول للمشكلات اللي تهم هذا المجتمع. الإدوكيتور should reach agreement with the community leaders about the problem. مهمة الهيلث إدوكيتور هنا إيه؟ إن هو يتفق مع الليدر، مع مسؤول أو القائد لهذه الجمعية، يتم الاتفاق فيما بينهم على المشكلات، أهمية المشكلة بتفاصيلها بقى، إيه المشكلة اللي تشغل هذا المجتمع أو هذه الفئة، إيه أهميتها وخطورتها، إيه الامبورتنس ليها، إيه كوزس، إيه الأسباب اللي أدت لانتشار هذه المشكلة على مستوى هذه الفئة وعلى مستوى هذا المجتمع، إيه البريفنشن، إيه طرق المنع أو الوقاية من تلك المشكلة، أند كنترول، وكيفية السيطرة عليها، أند زير ديزاير تو تشينج ذا سيتويشن، ورغبتهم في إحداث تغير للتعامل مع تلك المشكلة. يبقى أنا عندي أول خطوة للكوميونتي أورجانيزيشن هو تحديد مين الليدر، وبعدين مين المساعدين، وبعدين بيتم التنسيق ما بين الليدر وبين الإدوكيتور على النقاط الخاصة بالمشكلة وإلى أن نصل لكيفية التعامل معها وإيجاد حلول ليها. الخطوة الثالثة للكوميونتي أورجانيزيشن هي identify resources. ايه ايدنتيفاي كوميونتي ريسورس؟ اي مشكله محتاج للتعامل معاها، ان يبقى في عندي مصادر، في ادوات بنستخدمها للتخلص او للسيطره على تلك المشكله. Ask the committee about what the community can do to cheer in the problem solving. لازم نتعرف على دور المجتمع في ان يشارك في حل في الحد وحل هذه المشكله. طيب ايه الريسورسز اللي موجوده داخل المجتمع وممكن يستفاد منها؟ places to hold meeting. طيب اللجنة أو الجماعة أو الجمعية دي محتاجة إن هي وقائدها والأفراد المنتسبين ليها محتاجين إن هم يجتمعوا، تفين المكان اللي هيتم فيه عقد هذه الاجتماعات ومناقشة الموضوعات المهمة، وإذا كان في تريننج ممكن يتم هذه الأمور داخل ساحات معينة، ما ساحات مدارس أو صالات، ممكن تكون هذه هي الأماكن. Some people may be able to donate money. ممكن من ضمن الريسورسز اللي مطلوبة التبرع بالأموال.
داخل اي مجتمع في ناس اغنياء اثرياء رجال اعمال مستثمرين ايا كان، ممكن يبقى هنا دورهم بالتبرع بالاموال. يبقى لا يبقى الريسورسز اللي مطلوبه ايه؟ محتاجين مكان، محتاجين سيت اب نجتمع فيه، محتاجين فلوس او التبرع من القادرين، من فئه القادرين. Some people may have skills، ممكن نستفيد بمهارات ناس تانيه ممكن تشارك. ممكن مين اللي يشارك ويكون عنده مهارات؟ teachers, religious leaders، سواء كانوا مدرسين موجودين في هذا النطاق، رجال من رجال الدين اللي هم تأثيرهم ايه؟ can give teaching to the people. ممكن دور المدرسين في هذا النطاق ان هم يعلموا الناس، يدربوهم. رجال الدين ممكن يوعظ الاشخاص داخل المجتمع، او ان هم المعالجين بالشكل بفنيه معينه ممكن يبقى لهم دور. يعني كل من يتمتع بسكيل، كل من لديه سكيل يقدر ان يفيد بيها المجتمع، ده بيكون الدور اللي مسؤول عنه. Can participate in screening and treatment effort. هؤلاء أمثلة للناس اللي تقدر تشارك علشان أو يكون ليها دور ومشاركة علشان نقدر إن إحنا نتعامل مع المشكلة ونجد لها حلول. الخطوة الرابعة determine the role of leaders in solving the problem. دور الليدر، يبقى تحدد الليدر، واتفقنا على معايير اختياره أو انتقائه. اتكونت الفريق المساعد معاه، اتحدد الريسورسز. الخطوة اللي بعد كده دور الليدر ايه؟ الليدر as an educator needs to encourage the leader to take an active role based on their strengths, experience and motivation. هو من البداية تم اختيار الليدر ليه؟ لأنه بيتمتع بمهارات معينة، بسمعة طيبة، باحترام من قبل المجتمع، بخبرته، بتجاربه لآخره. فيجب الاستفادة من كل هذه الإيجابيات. Evaluation of changes in situation needs to be monitored by the educator and the leader. طيب تم التعامل بقى مع المشكلة باستخدام الريسورسز المختلفة، سواء كان على مستوى توفير مكان للاجتماعات، سواء كان على مستوى تبرع بالمال من القادرين، سواء كان على مستوى استغلال مهارات لمن يتمتع بها زي ما قلنا فئة المدرسين أو رجال الدين أو المعالجين. في النهاية إحنا الهدف السيطرة من خلال الكوميونتي اورجانيزيشن، السيطرة على المشكلة سواء كان الحد منها أو سواء كان التدخل فيها، كل ده بيتم تقييمه في النهاية. أي سؤال أو استفسار؟ أي سؤال أو استفسار؟ لا تمام دكتور. طيب أنا ملاحظة النهاردة أنتوا مش عارفة، أنتوا في عندكم امتحانات ولا حاجة؟ عندنا امتحان من الدكتور. يوم امتحانات العملي بتبلش دكتورة مهية. يعني موسم الامتحانات ابتدى اليوم. اليوم الكل عنده عملية. يا ما شاء الله، عندكم ايه النهارده؟ اليوم في ناس ادلت، في ناس فيزيكال، في ناس حرجه، تشكيله يعني. طيب يلا كل ماشي يلا ربنا معاكم. انا هقف عند كده عشان انا صراحه يعني حاسه ان ما فيش تجاوب بالشكل المرغوب، فخلينا بنقف عند كده وان شاء الله لقائنا بامر الله في الاسبوع القادم. ويلا استعدوا بقى للامتحانات الميد نظري، وذاكروا ادرسوا في اقرب ويك اند او ادرسوا في اقرب وقت بالنسبه لكم. طبعا الوقت داخلين على رمضان، فالقدره بالنسبه للبعض بتكون محدوده، فاستغلوا الوقت المناسب عشان تقدروا تدرسوا وتحصلوا صح. ربنا معاكم ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، ولقانا الاسبوع. الله يعطيك العافيه دكتور. يا رب يعافيك واياكم جميعا. يا رب يخليك حبيبي، ربنا يكرمك. في امان الله، في امان الله. السلام عليكم. الله معك. اللهم امين. Thank you.